إيه رأي الشخص حسب مجريات المباراة. وقلتها أنا موجود كان مشعل هنا. نحن على بالنا أول شيء كانت القصة كلها إن كنا في الملعب. قالوا لنا انطرد أيمن حسين على بالنا إن شل التيشيرت. قلنا إذا شل التيشيرت وعندك أو راح استفز كنا على بالنا استفز الجمهور. استفز الجمهور. قلنا أحد قال له سوى كذي يعني هاي الحركة اللي هي. بعدين اكتشفنا إنه زاد من الوقت وغيره. أنا بالنسبة لي أنا كأشوفها ما تستاهل. لا تستاهل. ما يستاهل. ما يستاهل حتى احتفاليته أقل من احتفالية إخواننا الأردن. فلان أنت موضوع ثاني. أنا أبو الغير أحبه أبو طبر تدري صديق الروح بالروح يعني ما أرضى عليه. لا يعني عشان صديقك. إحنا ما نريد عشان. لا 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 أقول لك شيء ثاني. الأولى لا بعيد. لازم تتكلم. أبو طبر أبو طبر تسوى الشمس تسوى القوة. الفكرة لا علي لا يستحق للأمانة ولكن. يعني كنت شلون خسران لو زايد 5 ثواني زياده صحيح حكم بس انه خاصه انك تقدر تزيد الوقت وقت اضافي يعني زياده صار صارت ترند الحكم سعود ممكن انه كلاعب انه يعني نعم كان يجيب ما اعرف ايش لا هو سعود. هو يعني قرار تقديري يعني وهو في لائحه تعاقبه انه طول لان ابو طبر راح ركض بجهه اليمين وبعدين راح جهه اليسار قاعد بالملعب مع هذا ترجع تقديريه للحكم يعني انت اذا انا وخصوصا انه هو عنده كرت اصفر قبل أصفر. يعني بالمفروض كان يتغاضى ليش تولع المباراه لو انه ما عنده كرت اصفر انا اعطي ابو طبر اصفر في الحاله هذه لانه طول بالغ في عمليه الاحتفال قد بالمئة وانت لاعب كره قدم اثر هذا الطرد على المنتخب نسبه كبيره طبعا لأن أنت تتكلم عن هدافك واللاعب المحطة اللي أنت تعتمد عليه وهو هداف البطولة ترى أبو طبر هداف البطولة لين المباراة النهائية كسر رقم أكرم لكن أنت تتكلم اليوم في جزئيات ومحطات في المباراة تقتل الفريق سبحان الله يعني مثلا الحالة النفسية ها يرتفع الفريق المنافس وينزل فريقك في ينهزم في حالة نفسية. الهدف في حالة الطرد ترى في محطات هذه تأثر نفسيا على ويا بركيستين سعد ناطق بالضبط وأيمن شاشة كورة